السلام عليكم ادخل موضوعنا ان شاء الله في الايام الجايه ببدا انزل شروحات عن الانري انجن كيف تقدر تستخدم الانري انجن للناس اللي دات آه كيف تبدا لعبتك الاولى مثلا لعبه الزومبي قاعد اشتغل عليها مثل ما تشوفون لف الدوران في السلاح ريلود <applause> 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 زومبي دم وغير Developing الالعاب الثانية غير الزومبيز أم الانيميشن الانيميشن هني الوجت اللي هو مثل ما تشوفون في الشاشة على اليسار هني أم كيف تنزل الاشياء وتصنع الخريطه معلومات مهمه عشان يوم تصنع اللعبه تقدر تستخدمها عشان ما يحتاج يكون عندك كمبيوتر ثقيل او مواصفات عاليه كيف تسوي سنجل بلاير وملتي بلاير اللي هو الاونلاين وكيف آه, تقدر تستخدم الانريل انجن يعني اللي تشوفه قدامك تحس انه لا صعب شو هالاشياء شو هالبوايد ازرار و... هذا آه كله كلام فاضي بعلمك انا يوم بديت في الانريل انجن خذ مني اسبوعين وتعلمت كيف استخدم الانريل انجن الاساسيات طبعا وين اروح وغيره في نظام البلو برنتس اللي أنتو تعرفونه في نظام السي بلس بلس اللي هو الكودينج المتعارف عليه جافا وسي شارب وسي بلس بلس فاذا انت مهتم آه انك تتعلم الانريل انجن كيف تسوي لك لعبة وغيره تابعني وان شاء الله الايام الجاية ببدأ انزل شروحات مع السلامة